الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. وكتابنا الفقه المنهجي سيبا واحد كجري إمام نمادا يمدح مسلمين توصل رأي أحكامتي أي لحي وحني نصت المامين أحكامتو إن أحكامت يسابوا قار لغا شورين يقارن لغا شورين إنن قار لغا تشري يقارن لغا تشري إليهين قيبتي لغا تشري وين نصت المامين يأدي الذي تلمام يسيب قيبتي هرين لغا تشري نواتن دليل كذا وحني والدليل وحو دليل كذا وحوي أن طائفة الأولى من الأحكام طائفة ذا يكوح ذا هرين أحكام ذا إلا مجال لشورى فيها وذا تشم مجال يملكم عليه. قال الله عز وجل إلى يحر وما كان لمؤمن مؤمن مصغنان ولا مؤمنة يقبر مؤمنة متكودنا إذا قضى الله ورسوله أمرا ألي رسيل سؤال المركة يحكمان أن يكون لهم الخيرة إن يدورش وصغنا من أمره مارن قوهد حق يسأين وحكا دورتان مصغنان ومن يعصي الله ورسوله إلهي رسوله سكعاسيانا فقد ضل ولمي ضلالا بعيدا لمد فق أيو لمي بإلهي وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ماهين يستشير مذكرة تصريف في شينوة من هذه الأحكام أحكام دك بأصحابه وكلمة الشنجرين بل كان يلزم نفسه نفدي سواء كل هزمين جري وإياهم يا بها أيو كل هزمين جري كما وردت لي أصى أرورتي وحيلين علمه دليل كتوسين أيها كوحدة هرى أحكامتها النصوص تعدى كتابك أيها السنة أما إجماع علماء وكيمي دليل كتوسين أيها أنا الرأي أيها وذا تشي أنا ملك رهين وأيضا قرآن كإله إلا يمسقنا نن نن مؤمنه إله الرمي يهوين مؤمنه إله الرمي سي الله يا رسول جي سؤال المركي حكمان إن الدورة شيء شان الرنكودا يرى إلى ميله مساسوري رسول جي مساسوري ما يأنكو تايل من التاسان الدورة هنا وما سجناني بإلهي بل إلهي أمر كودا يتلدودا يدورة شودي وحي ربانبا وحل غمارمانا إن النقطو وحا إلهي وفريم الدبا سعطا وحا إلهي وري ويري يا خير يولا إنا دوني آخر وكتراه إلهي رسول جيسا كعاسي أنا واللومي اللوميد عد بإلهي فقد ضل ضلالا مبينا اللوميد عد أي اللومي بإلهي عسيان قال علماء وحا يوقي بيان عسيان رد وعد بقبول الحق إنه قفق مرقى عليه أو حق أقبل وايه وعسيان كفر إسهو غاسي وقالمه مرقى غار قوت با عسيان فعل ونقضايه إسهو شيء حق ها أقل أيوه هدنا مرر كقار خود ديدية ومعنا وحي لودي دراء وصمين يا أما وحي يعني لفري أنو مركا سمين إنن أيضا وحي وقل يا هاي ومركا حق ديد مديسي عريكا لكن هو ديس يا مركا نفدي سونيك قارب نقوريسو كاسوح نقوري يا عسيانا معصية وفسق أيو نقوري إيسو قال بما نقوري نبي قالنا صلى الله عليه وسلم أحكام دا شاقنا نصوص عادي كتمي كلامه وتشن جرين أصحاب تيسا بل واوحو كل هزمين جرين نفديسا إيا أيقبا سيدا أي كتمي أي وصار رتبي واجبني يعني صلاة دا ميلتش لغا قري زكا دا ميلتش لغا قري صومك ميلتش لغا قري ربا دا يعني وحا نصوص عادي أي كتمي محاينو كي الله ما قولنا سيدي لو ديني با لو قتقي سيدي لو فري أي لو سميني ولكن ينبغي وحا هبون أن تعلم إن أذكرت أنه لا يوجد للشورى شورى ذا الله لما يو أي أثر ملزم وعلي أن يوحر هذا إلا ذا كل لازمين للإمام إمامك الذي يستشير يعني استشار ذا صمين إياه وح أثره كل لازمين إياه مجلو أي إن الإمام إمامك ليس ملزما ما هاني مثل يقول لازمين أن يأخذ رأي الأكثرية مثلا رأيك أنت بدل نقاطه من مجلس شوراه ومجلس كأولا تشريه كما هو شأن سيدو أرنقو يهي بالنسبة مركة الله يقول لكثير من النظم الديمقراطية إن بدون النظام إذا الديمقراطية الله إلى سيدو يهيبه
بلين واجب الإمام إمام واجب يسوح وهي أن يستعين إنه كالميسو بما عند أهل العلم والبصيرة وحي ضدك علمك يا أرقتي أو صاحبك أكتو ذا إنه كالميسو من وجوه الرأي وشي ذا رأيك لقد سنة وأن يتبصر يا إنه إسكد يا إنه كأرخو بما عنده أكتو ذا من العلم والنظر علمي يا مركا في رأو لعل لديهم وحى الله أركاك تودين يهي من ذلك كحجيسة ما لم يتنبه هو إليه وحى نيسو كبرا يروقين فإذا استعرض مركو الله صوبا بحو صوبا نكتو وجوه النظر والاجتهادات كلها وشيالك في رضا إيه اجتهاداتك كان عليه بعد ذلك إن داد بيدوح هذا أن يتخير إنه دورته أقربها إلى الصحة صحة كوكو وأشبهها بالحكم الإلهي وهو أجمرك حكمك إلهك أثابت في علم الله عز وجل إلى علم يسوع سبحانه وقد علمت وحنا ذوقات أن الحديث كورنا كان كور بين إنما هو عن الإمام الذي توفرت به شروط الإمام وإمام ده عالم أو شروط إمام ماذا يبو حسن تي شروط إمام من علم علم وصل علم جاسو قال إلى درجة الاجتهاد وإخلاص في الدين وأمانة في الخلق أما في الخلق يا أمانة حق خلقها وحيلين علماته وحلق مرمانا إنا أدعوكاته شرد إمامك أولت شرعيو دي علماته إيادتك مجتهدين إيادتك أهل الحل والعقد نقول ما إيسا شرد سميت كل أزمين إيسا إن رأيك الله بطيقاته سيدو يهيبا دي أرمها مركا النظامية ديمقراطية أما وضعيها ابن آدم يقول سميسي دي مركا وضعتشي يوحي سويدين لسمي عدبا لقال يا يوسي الله بطال لقاتوا على حقه عدا بدن أيو لجراء شورة الإسلام يقول لكن سيدا ماهم مركا وإمام يقول الله تشارع يددك المسلمين تا واجب كيس وحوية إنو كالميسو وحن مركا أهل العلم يأكتو ذاه رأيا إنه مرجع يعني كديك تتوش أو حكوا علم جاي النظر كي يفير ذاك تودا وحلا أركائنا يمتكم إذا كسب أحد وحن يسوي كبر المسرين مركو دبتنا وجهات النظر كيسي وح أركيان يا اجتهادات كودي أركتيد ودي صا بندق والله صبحه أنت كذب وح يسوي دور لي كوجوده وحق صحتان كوجوده حكم كان إلهي جاه سوغنا في علم الله كسر كوجوئك أيو مركز قاضنا يا دي قف عام معنا معه وحين كان لنا إمام عالمة وعلم يسوع درجة الاجتهاد وقاري وحق الدين ده مركز قف مخلصة وحق خلق جاي ومدة ذا أمانة أيه نكاد لنا ومر والبا أقوم وحكم إسامية مر والبا مركز دين تي قيمين يا مر والبا خلقي يا مركا دتك روتلي دنتو دي مصلحه ودا الى ايغيا ايين مركا كادلينا وخلاصه الفرق جبدا امام من قولده فرق يا ودخيا ان مجلس الشورى في النظم الوضعيه مجلس كان شورى نظاميه وضعيا مشرع ومشرع سمينيا ومن ثم هلقى فان راي الاكثريه ملزم ومدح لازم ومجلس الشورى في الشريعة الإسلامية مجلس الشورى ذا الشريعة الإسلام كان ناقب وقضائي هذه وباحث يبار عن حكم الله عز وجل إلهي حكم سأيور هذه فهو ليس بمشرع ما همد وحشرعيين ولذلك يستوي فيه وحسباء القلة والكثرة البالغة يران ذا يبضنان ذا غالبك إذ قد يهتدي وحلارك إلى حكم الله إن كهرنا عز وجل واحد من أمتكم ذا أو كثرة ساحقة فيهم أما يعني فربضنان آذو الدران ومركة دي مركة آذو تربضان لتوكو بكريمي أي الله أركا إليكوها منطو فأيهم كودي ظهر الحق على لسانه وكموذو وكما يتباعوا إلا رعا واجب وإنما يفوقهم الإمام ينخو حسق الله ديرانيا بمزيد ديران من البصيرة أركتي أدالة سريسة على حكم الله عز وجل إلهي حقيسة ومحاكيات سواء بدليل ماكي دليل وقع عليه ودعيه إجماعهم إلى يسكو إجماعين من مبايعتهم إلى الله يعتبان وارتدائه إلى الرالين وقال نقضان حاكما فيه منه حاكم النقضه مقدما بينه وهرته الله هرمريه
فكان في اختياره الدور الشدي سوحا أعطي لواحد منه دورته ومن الآراء كم ما يدل واحد سريع على رجعني على غيره إنه رأي ذلك لك رجعيين. ومن ثم هل كأنه كدول إنه فإنه يجيب على كافة المسلمين مسلمين دل ما عنده ذو حواجب غري اتباعه الرأي قال له الرعو والاستباع عليه يكا إن له كلمه. وحي لي العلماء خلاصة يد ضوبك فرق قوله حيا وذا تشيغ شريعة إسلامك إيا النظام يدا ودعيا مد مقراد ياه بني أدمي سبيسي مجالس الشورى النظام يدا ودعيا وحوي ومشرع سيد رد بار لما نضى وحل إلى هذا دي وحل إلى هذا وواحدة شرعيين تأمى واحدة تشريع على إلى هذا وحبي شرعي باي سبيلي سيد وحل وحل إسمين ما شرعي بار لي بل مجلس الشورى في المذهب الوضعية ومشرع وشرع سبايين سيد رادد برأي أكثرية إياها الديريدة إياك رب هذا الشدو أيون نقول سميد ملزمة وحلازمين إيسا وهذه مركة مركة دي عود لك هذا الشيء كتابك يصنه بحارانتي نمينيان إنو حلالي هل سوافق كاسل له قانسمية شيء كتاب يصنه حلالي حلالي ميسا دي لسوافق خصوبة للراعية ويعني وشرع بال لي برلمان هو قصوب حبال لي قوله شرع الدين جد قصوب حبال لي هل كان مجلس شورى يجا مركا مجلس يعني تشريع لما أوراني مجلس شورى لا أوراني يا إسلام كا هل كان مجلس كا تشيع ما برلمان كا إسلامي جاهي استجو حقوقه يا أو بحثنا يا وحوي إله يحون كيسي أيوم بير هذه ليه وح شرع يا أيوم من عندي مسلم كسبين يا مجرو سيد رادد با انت يرئي انت بضني ويسكمد وحال اركا الهي حكم كيسا لرادين يلا قضيو انو واحد قف قري اصيبو حريرا لاركا كثرة ساحقة فيم كوح بضرين حري شبا لاركا مركا حقو كودي اللي يالي كودي عرب كيسا كم قد عمون بيد هذا با كوحا ده كاس ايا لرعيا امام كان مسلمين دون محو دير يحي wuxuu dheer yahay isagu raadii aragti dheer oo tusinaysa ilaahay xunkiisi isagu muraayad ka weyn oo ka aragti dheer ayuu xidhan yahay u haysta dadkan kale oo maxaa tusinaya marka de waxa tusinaya mar haday dadka muslimiinta ay ku ijmaaceen inay isaga bayac la galaan raali uga noqdeen haakim dhexdooda markaas ay ka hormariyaan tan ilaahay xaqiisa laga doortay weeyo umada inta laayay لا تجتمع أمتي على ضلالة بأن النبي قيل أمتي ضلالية بعضك وقلنته مركا دور الشد وإمام كان نوع عاسي دورتين رأيي كم إذا أرادي وحي تسينا يسائين الرأي يدي كلك الرجحين يهي وكحوك بذي يهي هل كان أيضا لك دولي يعني وحي واجب يقولون غريع لماذا مسلمين يعني كافة المسلمين مسلمين لما أنتون إنا الرعان وأي رأي يسا كل ما الأسس التي ينبغي أن تنهض عليها علاقة الإمام بالأمة وحليه وعصاسك يا سياسسك أي حبون دهي إينا يكو هنجتو يكو استاكتو حليلك إمامك يا أمة دور حيا إمامك أي دورتين يا أمة دمحور حيا وحليه ليس الإمام إمامكم معهانين بعد أن علمت أنت أدوغاتي كدب أهم أحكام الإمام وشروطها أحكام دي وقمهم سنيد إمام نيوه ذا إيه شروط دي يعني أحكام دي وشروط دي إمام نيوه وقمهم سنيد دي سوغاتي دي بدين إمام قمه هني أكثر وحكبضا من خليفة مدك جوغا الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إليه الكيسي جوغا محوك جوغا في حراسة أحكام الله تعالى إلهي الدين دي سيلانين دي هذا أن أنت ضيع إلي لنطو أو تبدل أمل لبدلو وفي الإشراف إيينو كرميرو على سلامة التنفيذ أفلين دي هذين بدغبطو ولا رهيبا وحشكي لك وصل لأن سلامة التنفيذ هذه الأحكام بدغبت أفلين دي أحكام داري هي ضمانة وضمانك لانتشار الأمن أمن يفا في تانجي سوطمان يحس اللون ده وأسباب الخير يا أصحاب أسباب الخير وسعادة الإيمان في أفراد الأمة أمة أفراد ذي قف كذا وحيلا العلماء وحين صوت المامن
أحكام دا يشرو دي وقمهم سنيد إمام النمضو إلهيد إن دا مركا دو قاتد بدد إمام قام مسلمين دا الله دورتي مو أهانين وحكبدا مد خليفك رسول كيلاي صلى الله عليه وسلم كرسي إيا هلقي رسول صلى الله عليه وسلم يفضيها أم حمركا خليفه كيهي إيا مد هلقي سيفضيها إيا مد يعني خليفك في حراسة أحكام الله إلهي أحكام ديسي الشرعي يسي إلى لنت هذا أيو النبي محمد خليفك كيهي صلى الله عليه وسلم محوكي لأننا يأينا لنته وأحكام دي لنته أما مركا لبدله وحقلوا مركا وخليفك كيهي إنه إشرافه وكرميره سيدا لو فلين يسيب بالقبك لو فلين يحكم دا شريعة دا وحن الله ينعلم هذا وحشك يكوبا سقنا هذه أحكام دا شريعة دا سيب بالقبتا أو سيدا يحيد لو فليو وحوهي ضمان يعني وا ضماند أي يؤتهي ومدى سيني نبدأ ليهشو حسلونين يهشو أسبابتي خير كي ونا قرن يهشو سعادي اللي بارين يهشو أفراد أمد داس إلهي شرعي سي دين دي سامركي لغود أغمى إسي تاي لوفوليو أيان نبدجلية اللي هلايا أو حسلوني اللي هلايا أو خير اللي هلايا أو سعادي اللي بار اللي هلايا مركي أسان لغوه عضو وحوية دي وحا إيمانا يعبسي وحا إيمانا يسحى سلون الآن خير كي يبركة دي اللي بانتي وماشا لغا قاضي فهدو فيرسو دولدها من دع إسلام غا أمضع عربيدين دو دبضا إيه خيرات كي الدنيا دو قوينا دحدو دو يالو وحوية حدنا سيدا مركا عبسيدو أيو قتشرتو سيدا اي قاتشد وغي تشيرتو سيدا اي باهيد وغي تشيرتو سيدا يعني إن ياري اي امو تسطي وحي امو درهي دورنا سيدا اي انتي بدني داو بختي اي سيو قاتشون ايسو سيدا اي مركي دمار اوضا بربورين اي اوضا دمين اي مركا اوضا صعدان حاك هين اي شريعة دا لقو اعدي اي ظلم اي اي ديكتو تاري دا اي خطرتا وحساك هين اي دولدها لما انت يعني لقو ارديو يعني انتو ده بني عد عيد هلينين ايه براف يبرا يدو ساوضا يورتو محا مركا برواقيي محا لوغور ديه وحاوية وعدالة ده اي سبيينيو نظام كي اي وحي اي نكتان او سيدو ها يفليه او قوف دادكي مدح ده اي نقدين اليقيال يعني مالكي نقنن وين هاركي دونا قوف مدح ده اي وعليق امده وعليق ما حميد امده يضل كبره عالم الإسلامي نقف قام مدح الله قد يجي إسلام دي سوى تكيسة أيها يالنا يا رلكا يا عركا يا بضة يا برهجة يا حورها نكوي بدر ويكدر يا روح اللي محو حي روك يعني لا يجا وح بس كوض عليه سيتردد بروح على غير هذا الدور تبقى مع الكفر لا مع ظلم دولة ذو ويشران أيها وقالا هدي عدالة دحلو ذا كسب أيام سعيد ما أنت نما كان رجل ويدحلو ذا كسب أيام أيام دولة ذو باقي هني ويسجرية لا بعض ظلم إسلام نما ما هالشيء أنا يسا مر هدي ظلم كل سنة هاي حق ده هدي كل سنة ويدوم يسا قولي الدنيا تبع وين عارك هنا كوي كنا غلا بدنا يا هو بدرول خبدنا ده يدومين أيوة ده بابين وي مر كخير يا وين كنا نروح كتير عدالة ده يحق يدين في الرفع قولي ذلك فالإمام وإمام كمسلمين تهدوا مدحي مسيح ولا نسري إذا لا يتمتع مرها أو كبس فوبيو بأي سلطة تشريعية وح أود شرعيين إذا إن سلطة تشريع السلطة وحدين دو خصيصة وح جارته محصورة هو في ذات الله عز وجل إلهي بجارته وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رسوله ليس معني إلا مبلغا عن حكم الله تعالى إلى حكم سمو قارسينية فإذا اجتهد هذا في حكم وقضى به هدوك حكمه
فإذا اجتهد مرقو كيشتهد في حكم وقضابه فإن المعول وحل عسكريا في نفاذ فلتان كيسا ومشروعيته يشرعي انديسا على إقرار الله إلهي سويدي سوئي عن طريق الوحي وحي حقه وكسغي وحي الله العلماء مرهدين والسدانين إمامك يقف قام مضح مسلمين تأسر يا مسلمين ربما يصوت دور تاني ما هنانا يو أو كسفوبي ما يو أو كتبتوعي ما يو وحصل ده تشريعي أو شرعي وصمين يو يدكريته الله يهون لي يدكريته ده وصو صاربا شرعي هو بسيو قار الله يهي مجرتو سلطة ده مرقى وح شرعي انت إلهي بيكو قارتاي حتى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وحو هون مبلغ عن حكم الله تعالى الى يحون كيس امبو حقي سدده كسو قارسيني وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو اجتهاده اي وحكمه وحا لو عسكنيه وحا وي حكم كافلتان كيس شرعيديس الهي سوغديس او سوغ اي وحي كسوغو ايو ماي كسوغلانيس لكن هدي انا مركا الهي اوغلاني ما سوغميني إلى مركو مثلا دي عبد الله بن أبي بن الصلاة وكاله مركو ودونا ينتو إلى كيس عبد الله يقول كاله يقتكو إيه ودونا ينو كتكو وكي عمر بخطب سورة قاليها كتكني يا رسول الله دي واتي إلى هكو سودة شيء لا تقوم على قبري لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبري هكوتو قال للبيت كم إضارنتي قبري قسنا يسلو تاقي بأي لهيد مركا وحا وسمين يا نبي صلى الله عليه وسلم الهي حقي سايو كسو غارسيني وحي وكيش هذه حكومه هدو الهي مركا سغو عن طريق الوحي كسو غرا دي وح شرعي ابو نقري هدي كلنا ما نقونين بخير نبي محمد صلى الله عليه وسلم غير كا تاغي محض من يقف كلنا هذا مركا وين لو غدا دكه مسلمين تاهي اما يعني ديك هو سريها هذا أما مجالسته داس هي مركا ديك قولياشو دها هادان أما سلطته ده يأوده ده كالكدسان ها هادان وفري ييال شرعيه إلهي يدين دي سايوم بالفلين ييال وحلا شرعيه رهول دجيسان يو أمو وحلا وحلا علينا يو أمو وحلا وحلا انتنوين يو مجرت إلهي شرعيه التحليل والتحريم حلالين يو حلا انتنوين إلهي أوكليه أي أسقناط أو إسكاله ومن ثم هل كائن وكدوا لينا فإن الإمام لا يتبطع إمامك وما له وما هيس بسبب كون إماما بأي امتيازات وحيارات إرادوا يعلو بها على بقية الناس ذات كائن دو ذكروا داريهم في نطاق الأحكام الشرعية المختلفة مركا لقاها الله إيو أحكام الشرعية حين داب كذا من قضاء وقضاء وعقود وعقوبات وغيرها فشهادته مثلا مرخاتيس في قيمتها القضائية قيمها هذا القرصونيد مدير عن شهادة غيره مرخاتية عدخلية لا في العدد ترادك مدير ولا في الأهمية المعنوية أهمية معنوية رك مدير بل ليس له مسؤولان وهو حاكم لسوى حاكم أن يحكم بين الناس بين أحد من الناس مدها كم مدى يعني كوعدها كم مدى يركوك الحكمية بموجب علمي فيه سدوقي هاي أي لا يجوز ومن أن يكون حاكما لأنه نقضى وشاهدا بآن واحد المركرية بل هو إما حاكم وإنه نقضى فلا قيمة لشهادته مرخاتي سقيدا ملع وإما وإنما يستند في حكمه حكم كيس روح عسكريا إلى شهادة شهود الصالحين مرك فرقة مرخاتية أقول أكثر وإما شاهدون يا مرخاتين وياي وفين بقي عندي ذي المركة وحابون أن يتخلى عن حكيميتي يا حكيم لا يصير مركة إسك صادقه ويقف شاهدا ويسوت على مرخاتي في الموضوع موضوع أمام حاكم آخر حاكم كالهرديسة وينيب عنه حقي سنايب كذي وعلي العلماء غضب خلبان هل كأنه كدوا رين قف جا إمام كان مسلمين توصل رئيا ما هنانا يو او ماله او كبسي فيو بيو كبرا حيسانا يو
بسبب كون إمام إنه إمام كي مسلمين تيهاي وح امتيازات يوحو لقار يهاي أوضتك كلاو دير يهاي حقا مركا لقاها يقوحنا انضابك أحكام الشرعية كالقدسة هدايتها قرصوركي هدايتها عقودي هشيسي دي هدايتها عقوباتك وحينا متكاها وحو دير يهاي متشرتو مثلا مرخاتي إمام كان مسلمين تووضا سرعيا كما سرم رئيس حقا قيمها قد قرصور إلا داي شهادة قف قدتك عادية شهيس وحمد ليرا حقا تراها الله ما أراني هو إمامك المسلمين طيب سوق الله أما أفربوري بالوري هو شخصي هون حقا أهمية ذا معنى وقال الله أرانا يده وحوهي شهادة دي سمركة حتى قف قلبا إسخلافان وإمامك يتيسى الله أرمرني الله أرانا يو بل حتى أمسك نبي إلا دي سوى حاكما إنو الله بقف وددك كمي ذا بين أحد بين جماعة من الناس إنو كوكا لحكميو سيدو كان سني أغانت وأرنت أوبيهي معنى ما بنانين وحاكم يا شاهد وقت كل يوم النقضه إنه النقضه كيم مرخاتي ركاه حكومة ينن النقضه الله ما أقرا إيوان النقضه أما حاكم كي حكومة يي أو مرخاتي سما شكبها ده بيترى ورس كذا حوم كاو حكومة ينن داش مرك فرك شهود الله كان يا صالحين تا إما إنه النقضه شاهد مركانا وها بون دينو حاكم نمادي مركو مرخاتي هينا وينو حاكم نمادي ميلس كسو ديقا او مركا مرخاتي سوسو تاقا موضوعا اسو مركا دي ارنتا نو مقعابا يا حاكم كره او اركا قاضي وغتنا بعي اثنان اللبا وحي مركا وصو حوم تاني عمر بخطاب رضي الله عنه اثناء خلافتي مركي ومركا خليف قاها فقال له المدعي وحرين هذا ظلامني وإذلمي وذكر له ظلامته وذلمي سينما وشاك ثم قال وحر وأنت يا أمير المؤمنين أميرك المنوث عرف الناس بذلك كأدوه وقامبلا فقال له عمر رضي الله عنه وحر إن شئت هذا دونت قضيت بينكما والذك لحكم ولا أشهد ملك سفر مايو وإن شئت هذا دونتنا شهدت لك وان كفر ولا أقضيك حكم مايو وليس له من منصبه الذي يتمتع به من سبقيسا يحلقا وقرا حيسري وحيانا وقما سرانين ما ينجي وحكا نمتقلني من أي حد حد اللي يلي حدك أو قصاص أو عقوبة يستوجبها وكوها جبسانيا بفعل سدر من فعل كسفري أو ما يخفف عنه أما وحكا فضايدينيا من العقوبة عقوبة التي يستحقها وكومتي كغيره صدهك لأمر سدر من أره كسفري درادت وحي لين علماته عمر بن الخطاب يسوى خليفة مسلمين تا أياني وحشيقين يا ويل وعيلي يا أمير المؤمنين نكاني وايد ظلمين أيا وحكو ظلمين أيانا وهو شاكتي وحانويلي يا أمير المؤمنين واد أكتها يا أرنتها أذيها هو قوم بدنا وادل سعوتها إذن نكاني يا حكم وي ديوتنا عمر الخطاب وحيلي نيو هدا دونتو دي حاكم يا قرصورا نكون نغون مرخات كون نغون ماي مرخاتبات كإنسان هدا دونترا دي مرخاتبان كون نغون لكن كون حكمي مايو في آن واحد قرصوري مرخاتي موضا نقول أيوه أما قرصوري دومينا نكون نقضه أما إنا مرخاتي كود نقضه الدورة وحي لي المنصب كإمام نماذو ما لها أو حيسا وح كبد دادين يحد هدوك قالو حدود المسلمين دي كمدي وان لقوقي عقوبة هدوك قالو دي عيدو دي لوان لقصاصي عقوبة كلا هدو مركات قالو أو فعل مرها كسوف لي وكمتو إساقنا وان لقوق قادي عقوبة دا وح كفضا إذن أيوه متي مجرتو يعني ده وحول من دقارة يوم مركع ضد كي كره ومركع ده وكم وطين مركع عقوبة ده أرين كسر في الإدراد ده وح كفضة يدنا يا يعني ما تشري بيلينا ده كان مسلمين تا أيوم بولم من دقارة يا حين دابك أحكام تا الشرعية درس قال كأنه وش والله عالم.